أفادت مصادر الحدث بإصابة جنود إسرائيليين بصواريخ حزب الله الأخيرة تجاه الجليل وداخل لبنان. قال حزب الله إنه استهدف دبابة إسرائيلية في جنوب البلاد بعد ساعات من إعلان خوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى المنطقة ذاتها وهي بين رب الثلاثين والطيبة، ما أدى لوقوع طاقم الدبابة المحترقة بين قتيل وجريح وفق إعلان حزب الله. وزير دفاع إسرائيل قال إن تل أبيب تعمل على إضعاف قدرة حزب الله على إطلاق وشراء الصواريخ. يوآف جالانت اعتبر أن إضعاف قدرة حزب الله يتطلب حملة عسكرية واقتصادية، وأن حزب الله يستغل مؤسسة القرض الحسن لتمويل آلته العسكرية. أضاف أن مؤسسة القرض الحسن تستخدم لشراء أسلحة حزب الله ودفع رواتب عناصره.